موجودة، التحركات الكثيرة لنذير الحاج أيضا لم تكن موجودة من الجهة اليسرى، مهارات صالح بدر ومحمد عبد الله في العمق أيضا غير موجودة. أنهاء الأمور في شوط المباراة الأول في مرمى جول أول. الحديث عن الأشياء الغير موجودة يأتي بالأشياء الحاضرة لعبد العزيز الأنصاري. المهارات التحركات على الأطراف مثل ما ذكرنا أتت في نهاية المطاف. شوف الكرة الماضية تحتاج لإعادة، هدف أول لصالح فريق نادي السد عن طريق عبد العزيز الأنصاري. شوف إذا تحركت الأطراف فريق نادي السد تأتي معها النتيجة في الكرة الماضية مع غياب شبه كل المدافعين فريق نادي الخرطيط. شوف نادر بالحاج يلعب الكرة العكسية للقادم من الخلف حمزة الصنهاجي، ومن ثم يضع الكرة مقشرة على طبق من ذهب أمام أقدام عبد العزيز الأنصاري، فقط وضعها في شباك مرمى الحارس سعيد نصر الله فرج محرزا الهدف الأول لصالح فريق نادي السد. في كأس النجوم في المركز الخامس، والخرطيات في المركز الأخير بدون نقاط، واللقاء القادم في فبراير المقبل في كأس النجوم سيكون بين الفريقين. كان تحصيل حاصل هنا، التسديد والكرة إلى خارج الملعب. برافو، الكرة الماضية تأتي التسديدة من 37 لاعب حمزة الصنهاجي، دائما ما يسعى لتأمين الانتصار. شوف المرور بشكل جميل والتسديدة باليمين والتصدي ولا أروع ولا أجمل لسعيد نصر الله فرج. يبعد الكرة بأطراف الأصابع يمنع فرصة هدف ثاني للسد. يا الله الكرة الماضية خطيرة صالح فريق نادي السد، كانت أن تعانق الشباك، ومن ثم سعيد نصر الله في المكان المناسب. نذير بالحاج لياقة السد تتفوق حاليا، هكذا هي الأمور. هذا الضغط موجود والخطأ صالح حمزة الصنهاجي، تحرك أكثر في شوط المباراة الثاني لحمزة أفضل من شوط المباراة الأول. الخرطيات نايف العنزي وفيفيان أكواسي، هنا الكرة تفلت من سعيد نصر الله فرج، خطر صالح السد، الصنهاجي يسدد والتصدي لسعيد نصر الله فرج إلى ركلة ركنية. خطيرة الكرة الماضية لصالح فريق نادي السد. شوف الإعادة، راحت الكرة من سعيد نصر الله فرج ثم محمد عبد الرب إلى حمزة الصنهاجي يسدد في الزاوية الضيقة اللي كان مسكرها صح سعيد. كانت كثيرة في شوط المباراة الأول ولم تستثمر، وهي قليلة في شوط المباراة الثانية. هنا الهجوم للسد، يبدأ الهجوم حمزة الصنهاجي في ظل رقابة لاعبين من فريق نادي الخرطيات، يحتفظ بالكرة بشكل أفضل، ينجح بالمرور بشكل جميل حمزة، يمر من الأول يمر من الثاني ممكن، والكرة إلى خارج الملعب ركلة ركنية. برافو حمزة الصنهاجي في الكرة الماضية، ولا تغيير آخر من